غابات المسجد الحرام وفي مكة المكرمة يحيي الأرواح ويبهج النفوس ويطمئنها بأن منهاج الحق باق إلى قيام الساعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ويتعبد معتزلا عن قومه وشركهم وفتنتهم وضلالهم حتى جاءه الحق وانكشف الحجاب وانفتح له الباب وبلغ بالرسالة. فكان ذلك في اليوم السابع عشر من شهر رمضان. وفي هذا اليوم المبارك أيضا وقعت أول غزوة حربية بين المسلمين وبين المشركين، وكانت تلك في اليوم السابع عشر من شهر رمضان. تلك هي غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السابع عشر من شهر رمضان، من شهر رمضان المبارك، في يوم الجمعة في السنة الثانية من الهجرة. وكان ذلك اليوم يوما مشهودا، أعز الله به جنده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ورفع رأس المسلمين وبيض وجه النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وتحقق الوعد الكريم للمسلمين من قوله تعالى: كنا لنرزق رسلنا والذين آمنوا. فكان ذلك اليوم هو يوم النصر، وهو يوم الميثاق، وهو يوم الغزوة الكبرى، وهو يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. وكان كل نصر، وكان كل فتح، وكان كل بركة، وكان كل خير من ثمرات وبركات هذه الغزوة المباركة، غزوة بدر الكبرى. كل فتح وكل نصر وكل بركة شهدها المسلمون، واستفادوا منها ذلك من بركات ذلك اليوم المبارك، ذلك اليوم يوم بدر. وهذا بدليل قوله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، فهذه الدعوات المباركات التي قدرت من ذلك الكريم الكبير والسميع العظيم صلوات الله وسلامه عليه تبين حقيقة هذه الأمة، المحمدية، وتبين وظيفتها في الكون، وتحدد شخصيتها بين الأمم، وأن حبها مرتبط بالإسلام، وأن مجدها مرتبط بالدعوة الإسلامية، وأن وظيفتها الأولى في هذا الكون هو الدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيل الله. هذا معنى قوله: اللهم إن تهلك هذه الرسالة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. والعبادات والإقبال على الله والدعوة إلى الله والمساجد وعبادتها والخيرات والفلاح والنجاح وكل ما يعيش فيه المسلمون من خير وبركة وهدى وبر ونور، كل ذلك من ثمرات هذا اليوم.